من ضمن الأسئلة أو التعليقات، تعرف إزاي تقدر طريقة تقارن بيها الأوفر أو المرتب بتاعك؟ طريقة كويسة جدا، هات ورقة وقلم واكتب التالي. أول حاجة المرتب، ودي من ضمن الحاجات اللي الناس كتير بتركز عليها، لكن في حاجات تانية. تاني حاجة التيم ستراكشر، التيم بتاع اللي اشتغل فيه عامل إزاي؟ حجم الشركة، يا ترى الشركة كبيرة ولا صغيرة؟ مكان الشركة بالنسبة لبيتي؟ كذلك من ضمن الحاجات اللي لازم تركز عليها التطور، هل هتطور ولا لا في المكان ده؟ لو انا شغال محاسب في شركه والشركه دي مش بستفاد حاجه، هروح شركه تانية؟ لا، ده انا هتطور بحجم كبير، لكن الشركه صغيره ابدا احط الحاجات جنب بعضها. طب هل يا ترى الراتب صغير ولا كبير؟ كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي لازم تاخدها في الاعتبار. لما بتحط النقاط دي بتدي لكل حاجه نقطه، وناكل سكور من 10، يعني السالري هديله كام من 10؟ ما اقولش لا انا عاوز 100,000 جنيه، لا، السالري بالمقارنة مع زمايلي. يعني مثلا حديث التخرج المحاسب مثلا ياخد 5، لقيت نفسك بتاخد 6 7، تاخد كده 10 من 10، لا، لقيت نفسك بتاخد 2000، اللي المرتب المعروض 2000، هنا تدي نفسك 2 أو 3 وهكذا. مكان الشركة قريبة مني ولا لا؟ لا، قريبة أوي، أدي نفسي 10 من 10، لا، قريبة سنة 9 8 وهكذا. لو لقيت نفسك انك جمعت السكور، لقيت ان السكور عالي، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تقارن بيها، وممكن كمان تقارنها باي شغل جنبها، فتقدر ان هنا توصل لمرحله يا ترى انا هقدر اكون الدنيا بالنسبه لي كويسه ولا لا. ولكن يجب انك تاخذ كل هذه الامور في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله تعالى.